تلت مواقف لازم تكون ما بتخافش فيها وجريء جدا. قبل ما تعرف ايه هي التلت مواقف دي اعمل لايك للفيديو علشان غيرك يستفيد وتابعني، ومنشن لصاحبك الاسطوري يشوف الفيديو ده. اول موقف انك ما تسكتش لشخص ظلمك، ثاني موقف لما حد يقل منك علشان يضحك غيرك او يبان روش قدام حد يعني. قبل ما اقول لك الموقف الثالث قول لي في الكومنتات حصل معاك موقف من المواقف دي قبل كده، وخلي بالك اول كومنت مهم جدا هيكسبك فلوس عشان تشحن العابك. ثالث موقف لما تبقى ضحيه متنمرين، حاول تدافع عن شخصيتك في الموقف ده.